السلام عليكم، كيف دايرين المشاهدين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم يلاه معايا نخرجوا عاوتاني. اليوم غادي نمشي لعند خوالي، غادي نتغدى معاهم اليوم ان شاء الله، وغادي نوريكم طريقة نوصل عند خوالي ان شاء الله. يلا المهم صلة الرحم زوينة. يلا معايا. ديال الكروسه الا ما كتبانش الصوت بزاف. المهم كنتمشى دابا في الطريق والشمس كاينه تبارك الله. انا غير كنت مشى في الطريق زعما كتسمعوني سمعت ليا بزاف بزاف. المهم خصها تبقى حدايا باش ملي تنهضر صوتي يتسمع. واحد الحاجه بغيت نقولها، بغيت ندعي لمحمد السادس الله يشافيه، حيت سمعت بلي دار شي عمليه. الله يشافيك اسيدنا والله ينصر سيدنا. عاش الملك من اقليم تنغير جامعة تلميذ، المهم اعلى جبال تلميذ. بغيت نقول لك راه حنا كنبغيوك وكنحبوك. عاش ملكنا محمد السادس، الله يشافيك الله يشافيك الله ينصرك. وعاش الملك مره اخرى، ديما ديما حمراء، ديما الرايه مغربيه. المهم ها القمح قريب يطيب تبارك الله. هذا شعير بابا بابا صافي عدو كون غيري يمشي وصافي لا سميتو، معرفتش شنو سميتو انا، راه باش نسروتو باش نقصدو. المهم ما نعرفش نهضر، مرة كان عارف مرة كان صعبة مرة. المهم سمحوا لي بزاف وراني شاركت معاكم عاوتاني هاد الخرجة ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم ونكونوا صحي ونكون في حق نظرني يكون. المهم على البطاطا هاد الشرق هاد الجنب هاد الشرق المهم راه قربنا الواد، نشوفو واش فيه سيما ولا لا.
هنا للويدان، هذا تنسميوه واد قنواري، وهذا الاخر تنسميوه واد مبغار. حنا وصلنا دابا حدا الواد، حنا بقى فيه الماء مسكين، شتو الواد ما بقى فيه الماء مسكين، الماء كلشي مشى للسوادي باش يسقيو بيه الناس هادشي ديال الزرع الأشجار البطاطا اللفت اللي زرعها الذرة كلشي مهم أي حاجة. ايوا حتى نوصلو واحد الواد اخر ونشوفو واش فيه، حتى هو فينا نتمنى يعجبكم هاد الفيديو ان شاء الله. سالينا الدوار ديال عيسى عمر، دابا وصلنا عيسى علي ولا ما عرفتش شنو هذا، وهنا عيسى عبد السلام قدامنا، وهنا هاد الجهة غير بيت، كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو، طبعا قول لي واحد المسافة طويلة باش نوصل حيث الفقير كله عيسى عيسى، المهم هنا راه عيسى علي كنسميوه عيسى علي. وهاد الدوار اللي قدامنا اللي سميتو عيسى عبد السلام، كان المهم ما تنعرفش بزاف ولكن واقيلا هو مؤخر، هنا المهم راه عيسى عبد السلام. اسمحوا لي هضرت في الشلحة، بغيت نقول لبنت خويا حر سربي شوية، قلت ليها يا زل صراحة هاد البلاصة فيها زوينة، المهم واحد المرا يلا تلاقيت معاها مشات لي قرانا هي وبنتها، المهم هالواد حتى هو راه ما بقاش فيه الماء بزاف، بقى فيه غير شوية دورة سنية لهاد الجهة، دور كيليكا وهاد الشي اللي بقى في الماء. إيوا اللهم سقينا، إيوا كنتمنى تعجبكم هاد الخرجة اللي درت اليوم أنا وسنية.
خطره مرات نهضر بالشلحه ونتلاقى مع شي وحده ولا تنهضر مع شي وحده راه تنهضر معاها بالشلحه حتى نقدر نهضر بالعربيه مع شي مرا. لا تصوير هذا مقرب عاوتاني شي بلاصه فيها الطبيعه ونوريها لكم ثاني ان شاء الله. ايوا كنتمنى يعجبكم الشي ديال المتابعين المتتبعين مزيانين دياولنا. فاطمي ترازل نمشي غنوصل عند ابراهيم على الحانوت نشوف الا كاينه عنده غادي نشريها. لا نمشي المهم انا وصلت دابا عند ابراهيم غنشوف الا كاينه عنده ترازل باش نشريها. المهم انا خرجت في الحانوت شريت طربوش وشريت هادي بلا ما نسميها. ايوا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. دور الكاميرا اللي هي في شوفوا صافي. المهم احنا وصلنا دابا للمركزيه على مدرستي وها السبيطار وها راه مسدود كاين شويه ديال الخدمه ها المركزيه مجموعه مدارس في مرغاب. هاي الدور على الدور تنجي هاي الدور هاي الدور هاي الدور قربنا هاي الدور. المهم هاد البلاصه يا الخوت الرب كيسميوها الرباط الرباط ديال عيسى عيسى. المهم الرباط هذا كنسمي هاد البلاصه سميتها الرباط حتى الوقت سميتو هاد الرباط ولا معرفتش شنو. المهم الخوت اللي خرجت دابا نوصل عند خوالي بقى لي والو واحد جوج دقايق ولا مكملاش نوصل شفتو البلاد راه زوينة في هاد الوقت. مرحبا
بس احنا وصلنا دابا دار خالي، غادي نقول لكم دابا السلام عليكم، حتى ندخلو ان شاء الله.